نشوف البيروفيت كينيز ونشوف إن شاء الله الدور في حصول الجنين على حاجته من الأكسجين من دم الأم. بيروفيت كينيز بيعمل كاتاليسيز للستيب اللي هي من الفوسفو إينو بيروفيت ويحوله إلى البيروفيت، بيشتغل على الفوسفو إينو بيروفيت ويحوله البيروفيت زائد جزيء اي تي بي، بيعمل هيدروليسيز الفوسفات الموجودة في المركب، يطلع قدر من الطاقة يحول الـ ADP لـ ATP، والمغنيسيوم بيعتبر كـ cofactors لهذا الإنزيم. يبقى دي يعني إيه، تعتبر فايدة كبيرة إنه بيساعد على إنتاج الطاقة. بنشوف أنواع البيروفيت كينيز، types of بيروفيت كينيز. There are two types of بيروفيت كينيز، an adult type and the fetal type. نوع موجود في البالغين ونوع موجود في الأجنة. فيتال تايب has a higher activity than adult type. بالنسبة لي الفيتال بيبقى أنشط من الإيه الأدلت. طب نشوف ما الفائدة من اختلاف نشاط الفيتال بيروفيت كينيز عن الأدلت بيروفيت كينيز. بالنسبة للأدلت بيروفيت كينيز زي ما قلنا الأكتيفيتي بتاعته أقل من الفيتال. لو أكتيفيتي معناها انه بيحصل سلوينج للجليكوليسيس، الجليكوليسيس ريت بتاعها بيقل، وبناء على ذلك يبقى في عندي انترميديت برودكت تتراكم، يحصل تراكم للي برودكت فيه الستيبس بتاع الجليكوليسيس الريت بتاعها بيقل، فبيحصل هاي اكيوميليشن اوف 1,3 باي فوسفوجليسريت. هذا المركب لما بيحصل له اكيوميليشن في كرات الدم الحمراء، هنتكلم عن كرة الدم الحمراء دلوقتي، يقوم ال 1,3 باي فوسفوميوتاز انزيم يحول هذا المركب من ال 1,3 باي فوسفوجليسريت الى 2,3 باي فوسفوجليسريت. الميوتاز احنا عارفين بينقل جروب من كربون لكربون، فبينقل فوسفيت من الكربون رقم 1 2 بس، لكن نمبر في كربون اتوم وكل حاجه في الجزيء سليمه. يبقى طلع عندي يتحول 1,3 باي فوسفوجليسرين ل 2,3 باي فوسفوجليسرين. 2,3 بيعمل ايه بقى اللي اتكون عندي ده؟ ال 2,3 باي فوسفوجليسرين عنده شراهه للتفاعل مع ال اتش بي، ال اتش بي اللي هو الهيموجلوبين اللي بيشتغل الاكسجين، وساعتها يرتبط مع الهيموجلوبين بيقلل من كفاءه التحادث مع الاكسجين. يبقى اذن ده في النهاية بيعمل increase the release of oxygen. فلما بيطلع الأكسجين من الهيموجلوبين بينتقل إلى بلازما الدم ويعبر البلاسينتا، مشائل البلاسينتا ومنه إلى دم الجنين. هذا الانتقال بينشأ نتيجة الـ concentration gradient، لأن يعني زي ما بيحصل فك الأكسجين ناحية الأم، الـ concentration بتاع الأكسجين في البلد بيزيد عنه في البلد بتاع الجنين، فبينتقل بسهولة due to the difference in concentration gradient through بلاسينت المنبرين. طيب ايه اللي بيخلي الكونسنتريشن بتاع الاكسجين دايما يبقى قليل في دم او في بلازما الدم الجنين، ومن ثم الجنين يقدر يحصل باستمرار على كميات من الدم من الاكسجين من دم الام؟ هو ان البيروفيت كينيز اكتيفيتي بتاعته عاليه في كرات الدم الحمراء بالنسبة للإيه للجنين. الهاي أكتيفيتي بتسرع عملية الجلايكوليسيز. لما تتسرع عملية الجلايكوليسيز يبقى الأكيوميليشن للـ 1,3 باي فوسفوجليسريت يقل. يسمى الميوتيز إنزيم مش هيلاقي المركب ده هون، فالبرودكشن بتاع الـ 2,3 بيقل. وكون إن الـ 2,3 باي فوسفوجليسريت بيتفاعل مع الـ HB عشان يقلل من كفاءة الارتباط بالأكسجين، دي برضه مش موجودة. يبقى إذن يستطيع الهيموجلوبين بسهولة إن يتفاعل مع الأكسجين، ومن ثم تستطيع كرات الدم الحمراء الخاصة بالجنين إن هي تحمل أكبر قدر من الأكسجين توزعه على إيه أجزاء الجسم المختلفة بالنسبة للجنين. بعد ما خلصنا عملية الجلايكوليسيس وهي تحول الجلوكوز إلى 2 بيروفيت في وجود الأكسجين لأروبيك جلايكوليسيز، بتحول
الجلوكوز الى 2 لاكتيك في حالة الانروبيك جليكوليسيس، ندخل في المرحلة الثانية وهي أكسدة الحامض الناتج من الأروبيك جليكوليسيس والبيروبيك أسيد، اللي هي الأكسجلستين دي نسميها الأكسديشن أوف بيروبيك أسيد، ويسموها الأكسديتيف دي كاربوكسيليشن أوف بيروبيك أسيد أيضا. ليه؟ لأن بيحصل أكسدة وبيحصل إزالة كربون دايوكسيد. هذه العملية بتحدث في الغشاء الداخلي الميتوكوندريا، بينما الجليكوليسيس بتحدث في السيتوبلازم. بيتحول البيروفيت أو بيتأكسد البيروفيت في العملية دي إلى أستيل كوانزيم، والأستيل كوانزيم أريد أن يدخل السيتريك أسيد سايكل. عملية الكونفيرشن للبيروفيت لأستيل كوانزيمز عملية غير عكسية، و بتتم بواسطة تو إنزيمز اللي هو الدي هيدروجينيز ودي كاربوكسيليز، وبيعتبر الثيامين اللي هو فيتامين ب واحد كوانزيم دي كاربوكسيليز، والناد يعتبر ككو انزيم للبيروفيت دي هيدروجينيز. نشوف العمليه كده ونشرح على الرسمه ده قدامك السلايد ده، وفيجر يبين الاكسيديتيف دي كاربوكسيليشن او بيروفيك اسيد. السيتوبلازم او السيتوسول جزء منه فيه البيروفيت اهو سي اتش 3 دبل بوند او سي او او اتش هو البيروفيك اسيد ثلاثي الكربون. بيحصل له انتقال من السيتوبلازم إلى داخل الميتوكوندريا عن طريق ترانسبورت بروتين. في داخل الميتوكوندريا بيتم ثلاث عمليات، رقم واحد ديكربوكسيليشن إزالة كربون دايكسيد، فيتحول من مركب ثلاثي الكربون إلى مركب ثنائي الكربون اللي هو الأسيتيت، والإنزيم اللي بيعمل كاتاليسيز الستيب دي بنسميه ديكربوكسيليز اللي هو إنزيم الثيامين زي ما قلنا. سكند ستيب بيحصل الموفال في تو هيدروجين و تو هيدروجين دول اكسيتد باي ناد، فبيتحول لناد اتش بلس اتش بوزيتيف زي ما احنا شايفين. الانزيم اللي بيعمل كاتاليسيس الستيب رقم 2 اللي هو الدي هيدروجينيز، وطبعا الكو فاكتور بتاع اللي هو الناد اللي هو بيشتغل التو هيدروجين. الستيب رقم 3 يتفاعل الكو انزيم ايه مع الاسيتيت ويتكون عندي اسيتيل كو انزيم. الكو انزيم بيعمل اكتيفيشن للاسيتيت يونت ويدخلها في السيتريك اسيد سايكل. يبقى يعني عندي في الستيب ده هي ناخد بالنا من حتة ان في جزيء نادي اتكون، عشان لما نيجي نحسب الطاقة الجزيء نادي اتكون. النادي اتكون يعني ايه؟ يعني هيدخل عملية الالكترون ترانسبورت تشين اوكسيديتيف فوسفوريليشن يكون ثلاث جزيئات اي تي بي. يبقى لما يكون اثنين بيروفيت يبقى اتكون عندي ست جزيئات اي تي بي، والخطوة دي لوحدها بيطلع منها ست جزيئات اي تي بي لما يحصل اكسدة للجزيئين من البيروفيت. واحنا عارفين ان الجلوكوز بيتحول لاثنين جزيء من البيروفيت في وجود الاكسجين. ثم بعد كده الفيتو بيروفيت، العمليات المختلفه اللي بيتعرض لها البيروفيت في الخليه. رقم واحد اللي هي ريدكشن، قلناها في حاله الانارويك جليكوليسيس اللي هي اخر ستيب، قلنا ان البيروفيت بيحصل له ريدكشن ويتحول لاكتيت لان مفيش اكسجين، فالناد ما بيجدش طريقه الى الميتوكوندريا، وانما بيدخل في اختزال البيروفيت في اخر السيب ويحول لاكتيت كاند برودكت الانارومي جلايكوليسيس. تاني حاجه الاكسيديشن، ودي لسه قايلينها دلوقتي، هو اللي هو تحول البيروفيت الى اسيتيل كونزيم اي. تالت حاجه عمليه الترانس امينيشن، نقل مجموعه الامين عن طريق انزيمات بتسمى ترانس امينيز انزيمز. وهناك قدامي مثال اهو بيبان تفاعل الحامض اميني اللي هو الالانين في مجموعه ال اتش 3 او ال اتش 2 جروب زائد حامض كيتوني اللي هو الالفا كيتو جلوتاريت، يديني في وجود ترانس امينيز انزيم اسمه ال اي ال تي اللي هو الالانين امينو ترانسفيريز. هذا الانزيم بيشتغل مجموعه الامين من الالانين ويركبها على الالفا كيتو جلوتاريت، يوم يحول الفا كيتو جلوتاريت لجلوتاميت حامض امين النظير بتاعه الحامض امين الناظر له، ويحول الالانين للكيتو اسيد النظير بتاعه اللي هو البيروفيت. البيروفيت 3 كربون والالانين 3 كربون، وهذه التفاعلات عكسيه اي يمكن تحويل البيروفيت الى حامض امين اللي هو الالانين. يبقى ترانس امينيشن بيبين لي انه من الممكن ان يتحول البيروفيت كحامض كيتوني الى الانين حامض امين. رابع عملية بيتعرض لها البيروليك أسيد في الخلية الكربوكسيليشن. الكربوكسيليشن ممكن يضاف له كربون ديوكسيد في الخلية ويتحول من ثلاثي الكربون إلى رباعي الكربون، يبقى البيروفيت يتحول إلى أوكسال أسيتيت.
كربوكسيلاز انزيم ممكن يقوم بالعمليه نهائيا، يقوم يتحول لاوكسالو اسيتيل. الاوكسالو اسيتيل مهم جدا بالنسبه للسيتريك اسيد سايكل زي ما هنشوف، ان السيتريك اسيد سايكل بتبدا بتفاعل اوكسالو اسيتيت مع الاسيتيل كونزيم اي. اول ستيب في السيتريك اسيد سايكل عشان تشتغل وتعمل لابد من تواجد الاوكسالو اسيتيت عشان يتفاعل مع الايه، مع الاسيتيل كونزيم. نشوف بعد كده المصير البايروفيك اسيد في الكائنات الدقيقه. هناك عمليه بتتم في المايكرو اورجانيزمز اللي هي اليست والبكتيريا، هذه العملية بتتم في غياب الأكسجين أنروبيك بيسموها الفرمنتيشن، عملية التخمر. الفرمنتيشن أكشن على أنواع، في الأسيد فرمنتيشن وفي الجاز والكحوليك فرمنتيشن، دي كلها بتتم داخل خلايا المايكرو أورجانيزمز. بالنسبة للأسيد فرمنتيشن بيحدث في المسل سيل بتاع الهيومن. يبقى إذا الأربع تفاعلات اللي ذكرتهم قبل كده بيتموا في الإنسان في الهيومن، اللي هو الريدكشن والأكسيديشن والترانس أمينيشن والكربوكسيليشن اللي ذكرناهم منذ قليل، دول بيتموا في الهيومن سيل. في اليست وفي البكتيريا اللي هي المايكرو أورجانيزمز بيتم عملية اسمها الفيرمنتيشن رياكشن للبيروبيك أسيد. التفاعلات المشهورة في المايكرو أورجانيزمز زي اليست والبكتيريا اللي هو تحول البيروفيت إلى 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 كحول اللي هو الكحوليك فيرمنتيشن. بيحصل أول ديكربوكسيليشن تحول البيروفيت لأسيتالدهايد، ثم بعد ذلك يحصل ريدكشن لأسيتالدهايد تحول لإيثانول، دي يسموها الكحوليك فيرمنتيشن. وقد يتحول البيروفيك أسيد إلى بالأسيد فيرمنتيشن إلى اللاكتيك أسيد كما يحدث في المصل سيل الانيروبيك جلايكوليس زي ما شرحنا قبل كده. وكده يكون انتهينا من الحديث عن الاكسيديشن بايروبيك اسيد وبعض التفاعلات المتعلقه بالبايروفيت في الهيومن سيل وفي المايكرو اورجانيزم سيل. ننتقل بعد ذلك الى ثالث عمليه عرضيه بتتعرض لها الماده الكربوهيدراتيه كي تتحول الى طاقه وماء وثاني اكسيد الكربون اللي هي السيتريك اسيد سايكل. سيتريك اسيد سايكل is a series of redox reaction which starts with acetyl coenzyme and harvest much of energy in the form of NADH and FADH2. السيتريك اسيد سايكل عباره عن تفاعلات من الاكسده والاختزال، تبدا بتفاعل acetyl coenzymes والهدف الرئيسي منها حصد الطاقه الموجوده في الاسيتيت دهيا على شكل ناد اتش وفاد اتش 2. ذا ريديوس الكترون كارير اللي هي الناد اتش والفاد اتش دي بيبقى فيها الايه الانرجي. تنتقل بعد ذلك الى عمليات بنسميها الالكترون ترانسبورت تشين اوكسيد فوسفوليشن، حيث تتحول الطاقه الكامنه فيها الى طاقه في صوره اي تي بي عشان الخليه تستفيد منها، لكن طول ما في صوره ناد اتش وفاد اتش الخليه لا تستطيع ان تستعملها في العمليات الحيويه المختلفه، فلابد انها تتحول في صوره اي تي بي. فبتدخل عمليتين هي الالكترون ترانسبورت تشين والاكسيد فوسفوليشن. في العمليتين دول بيتم استخلاص الطاقه الموجوده في الناد اتش والفاد اتش 2 وتعبأ في جزيئات الاي تي بي. نشوف في السلايد اللي قدامي ده هو خطوات السيتريك اسيد سايكل، وهي على حسب ما هي موجوده في هذا الفيجرز او هذا الشكل، في حوالي 8 خطوات موجودين في الشكل ده. الخطوة الأولى اللي هي تفاعل أوكسالو أسيتيت مركب رباعي الكربون اللي قد يأتي زي ما قلنا من الكربوكسيليشن أوف بايروفيت أو يأتي من أي مصدر. هذا المركب يتفاعل مع الأسيتيل كونزيم A في وجود السيتريت سنسيتيز إنزيمز والمية أيضا، وينتج من هذا التفاعل السيتريك أسيد سايكل أو السيتريت، ومن ثم بتسمى السيتريك أسيد سايكل. سيتريك أسيد سايكل في وجود الأكونيتيز إنزيم، هذا الإنزيم بيعمل ري أرينجمنت للهيدروكسيل جروب الموجودة في الكربون رقم 3 وينقلها للكربون رقم 2 في السيتريت، فيدينا الأيزومر بتاع السيتريت يدينا أيزو سيتريت. العملية دي بتتم بخطوتين، بيحصل أول دي هيدريشن ثم هيدريشن مرة أخرى، فيتكون عندي زي ما احنا شايفين حوالين الكربون رقم 2 اللي هو H وال H بيطلع الأيزومر بتاع السيتريت اللي هو الأيزو سيتريت.
الخطوة اللي بعد كده اللي هنعتبرها خطوة رقم 3، يحصل اوكسيديشن للايزوستريت بالايزوستريت دي هيدروجينيز، شالته هيدروجين ويستقبلهم الناد، يشتغلهم يطلع ناد اتش او ناد اتش 2، ويحصل ايضا دي كربوكسيليشن، يبقى اذا شال حصل اكسده وازاله كربون دايوكسيد، يتحول لمركب خماسي الكربون، ويتحول الايزوستريت للالفا كيتو جليتريت، بيطلع عندي جزيء ناد وجزيء كربون دايوكسيد. بعد كده أيضا في الخطوة اللي هنعتبرها أيضا رقم 4، الألفا كيتو جليتريت بيحصل له أكسدة، ويحصل له أيضا ديكربوكسيليشن، ويحصل له أيضا تفاعل ثالث وهو إضافة الكوإنزيم A، وهذا التفاعل شبيه جدا لأكسدة البيروفيت أو تفاعل البيروفيت اللي شرحناه قبل كده، اللي بيتم في 3 ستيب، أول حاجة ديكربوكسيليشن، تاني حاجة ديهيدروجينيشن، تالت حاجة إضافة الكوإنزيم A. نفس العملية هنا، الألفا كيتو جليتريت بيحصل له ديكربوكسيليشن، شال كربون دايكسيد، يقوم يتحول من مركب خماسي لمركب رباعي اللي هو الساكسنايد. بعد كده بيشال منه 2 هيدروجين يتحمله على الناد، ناد اتش. بعد كده بيتفاعل مع الكوإنزيم A، بيتحول الألفا كيتو جليتريت إلى الساكسنايل كوإنزيم A. في وجود انزيم الالفا كيتو جلوتريت دي هيدروجينيز كومبلكس، ان في هنا دي كربوكسيليز انزيم. بعد كده تاني بيفك الكوينزيمز من الكوينزيم A من الساكسينات، ويطلع عندي ساكسينات او الساكسينيك اسيد رباعي الكربون، وعمليه فك الكوينزيم A بينتج ان هذه العمليه طاقه تخزن في صوره جي تي بي، يتفاعل جي دي بي مع البي في وجود هذا القدر من الطاقة، تحول جي تي بي، جي تي بي بيتفاعل مع الاي دي بي يطلع في النهاية جزيء اي تي بي، يبقى ده جزيء الاي تي بي الوحيد اللي بيتكون في السيتريك اسيد ايه سايكل. لكن زي ما اتكلمنا في الاول في المقدمة ان الطاقة اللي بتطلع من السيتريك اسيد سايكل كلها بتبقى في صورة ناد اتش وفاد اتش 2، بعد كده بتدخل زي ما قلنا في الالكترون ترانسبورت تشين اوكسيد فوسفوريشن وتتحول لاي تي بي. نرجع للسيتريك اسيد سايكل خطوات، نشوف انا عندي الساكسينات، ساكسينات رباعي الكربون بيحصل له اكسده، الخطوه رقم 6 اللي هو في وجود الساكسينات دي هيدروجينيز، هنا الكوانزيمز الخاص بالساكسينات دي هيدروجينيز هو الفاد، فالتو هيدروجين بيتشالوا على الفاد، يبقى الفاد بيتحول للفاد اتش 2. بعد كده الساكسينات بيتحول لفيوميريت، الفيوميريت بيحصل له هيدريشن، يتضاف له ميه في وجود الفيوميريز انزيم، يوم يتحول للماليت، الماليت بيحصل له أكسدة ويتشال 2 هيدروجين يتحمله على الناد، يتحول الناد إلى ناد اتش في وجود الماليت دي هيدروجينيز، بعد كده بتحول الماليت إلى الأوكسالو أسيتات وتبدأ ويتفاعل تاني مع الأستايل كونزيم وتبدأ الدورة من جديد. طب نشوف عدد جزيئات الناد الأول وجزيئات الفاد، ومن ثم ممكن نحسب جزيئات الإيتم اللي بتتكون بسرعة كده على الشكل قدامي. عندي الستيب رقم 3 بيتكون جزيء ناد أداة 1، الستيب رقم 4 بيتكون جزيء تاني أداة 2 ناد، عندي الستيب رقم 8 بيتكون جزيء تالت، يبقى إذا عندي 3 جزيئات ناد. الدورة بتحدث مرتين زي ما قلنا، يبقى 3 × 2 ب6، والجزيء الواحد بيدي 3 اي تي بي لما بيدخل الالكترون ترانسبورت اوكسيد الفوسفوريليشن، يبقى 6 × 3 ب18، يبقى 18 اي تي بي ممكن يتكونوا من الطاقة المخزنة في النادي المتكون في السيتريك اسيد سايكل. طب نيجي نشوف الفاد، عنده جزيء واحد، الدورة بتدور مرتين، يبقى عندي 2 فاد، الفاد فيه بيدخل الاكسيدات فوسفوريليشن والالكترون ترانسبورت، بيدخل الالكترون ترانسبورت والاكسيدات فوسفوريليشن يتكون 2 نادي، يبقى 2 × 2 ب4، 4 × 18 يبقى كام؟ 22. عند جزيء اي تي بي بالسبستريت فوسفوريليشن واحد تكون في وقت في 2 يبقى 2 و22 و24، يبقى عدد جزيئات الاي تي بي اللي بتتكون في سيتريك اسيد سايكل 24 اي تي بي. في السلايد الجاي ده هو انا هشوف الموضوع ده برضو واضح في جدول كده، هذا الجدول هو calculation of number of ATP produced by complete oxidation of 1 mole of glucose. رقم واحد، الجلوكوز لما يتحول في وجود الهواء لاتنين بيروفيت يديني كام اي تي بي؟ قلناها قبل كده 8. طب 2 بيروفيت لما يحصل لهم اكسيديشن يديني كام اي تي بي؟ 6 زائد 2 استايل كونزايم.
طب الاثنين اصل كونزيم في 6 كاس السايكل ادوا كام؟ 24 اي تي بي، يبقى التوتال كام؟ 6 8 زائد 6 زائد 24 يساوي 38 اي تي بي، يبقى ده التوتال نمبر اوف اي تي بي which produced during complete oxidation of one mole of glucose into carbon dioxide and water. نشوف في الجدول ده هو الـ ATP مصدره ايه؟ جاي من طاقة ناتجة مباشرة في التفاعل تحول بها الـ ADP لـ ATP، ولا جاي من تكون جزيء ناد هذا الجزيء داخل الالكترون ترانسبورت اوكسيداتو فوسفوريشن وكون ثلاث جزيئات. نفصل برضه العملية دي في الجدول دي في الجليكوليسيس. باي سبستريت ليفل فوسفوريليشن في اثنين جزيء عندي الطاقة اللي بتنتج مباشرة في التفاعل، وفي عندي ستة جايين من الناد، وفي عندي مفيش فات في الجليكوليسيس. اوكسيديشن اوف بايروفيت مفيش سبستريت ليفل فوسفوريليشن، لكن في ستة ناد جايين من الناد عندي. طيب السيتريك اسيد سايكل في اتنين يطلع جزيء اي تي واحد زي ما قلنا، يعني اتنين في تو سيتريك اسيد سايكل، 18 جايين من الناد 4 جايين من الفات. طب نجمع كده الفات والناد والاكسيديشن كل واحده لوحدها، الاولانيه 2 و2 4، فانا الثانية 6 و6 12، 12 و18 30، الثالثة 4، 4 زائد 30 34 زائد 4 38 اللي هي احنا جمعناها فوق دي. يعني هنا الصفحة دي بتبقى لي بوضوح شديد الـ number of ATP اللي بتكونه من أكسيد الجزيء من الجلوكوز لكربون دكسيد ومية، ومصدر الايه الطاقة جاي منين؟ هل جاي من سبستريت ليفل اوف فوسفوليشن ولا جاي من اوكسيداتيف فوسفوليشن؟